بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما وهو
معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن
فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
قائما بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، بل هم في لبس من خلق جديد، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إن الله قوي عزيز. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة. خلقه فقدره، ذي قوة عند ذي العرش مكين. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إن الله قوي
كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه
خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
يتقون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل
أحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه
خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
قائما بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائما بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين، بل هم في لبس من خلق جديد، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إن الله قوي عزيز. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ذي قوة عند ذي العرش مكين. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إنما أمره إذا أراد شيئا، أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إن الله قوي
أحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة
خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل
خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
يتقون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائما بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فليتوكل
أحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة
خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
إذا
شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين. بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إن الله قوي عزيز. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ذي قوة عند ذي العرش مكين. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذلكم الله فأنى تؤفكون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
أحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة
خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إله إلا هو وعلى الله فليتوكل
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير إن الله قوي عزيز الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائما بالقسط ذلكم الله فأنى تؤفكون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين. بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إن الله قوي عزيز. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائما بالقسط ذلكم الله فأنى
ليعلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب العالمين بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم أينما الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ذي قوة عند ذي العرش مكين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلكم الله فأنى تؤفكون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد لله رب بل هم في لبس من خلق جديد
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.